السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. قبل لا نبدا نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش نكشفوا هادو اعداء الجزائر اللي يدعون الوطنية، يدعون الوطنية ويدعون بحبهم للمدرب السابق، وهما يعني في الخفاء مشي مخليين مدقدقينه. غادي من بعد تسمعوا ان شاء الله بربي وين نقولوا بلي خسارة المنتخب الجزائري تفريحهم، هذو اعداء الجزائر تفريحهم. نعم انهم هيشر، شاهدت التعليقات في الصور، لا اعرف يعني ان كان يعني كاين جزائريين ام لا، يعني باش يكونوا هذو لا جزائريين ماشي جزائريين. في التعليقات ديجا حنا عندنا في التعليقات يدخلوا ناس كان يقول لك انا سيبورتي الهود ما سيبورتي الجزائر، كان يقول لك انا سيبورتي يعني حيا شو اللي تكون ضد الجزائر انا معاه. هذو مش هذو ما هم جزائريين، هذو اصلا ما هم جزائريين. نادم كيما هكا يخرج يقول لك هذه الكلمه يعني ما هم جزائريين. سبحان الله، اسمع اسمعوا، هذو عينه برك. ما نزيدش نسيبورتي ليكيب ناسيونال. ما نزيدش نسيبورتي ليكيب ناسيونال، ما نقولهاش هادي باسكو دوك تهضر معاهم يقول لك امبوسيبل هما جزائريين. ليكيب ما نزيدش نسيبورتي ليكيب ناسيونال، ما نقولهاش هادي باسكو دوك تهضر معاهم يقول لك امبوسيبل هادوما جزائريين. هذو اللي كانوا يهيشروا فيكم تاع حب الوطن وفلان عاد وفلان عاد، وسمعوا هما واش راهم يهضروا. ما نزيدش نسيبورتي ليكيب ناسيونال، ما نقولهاش هادي باسكو دوك تهضر معاهم يقول لك امبوسيبل هادوما جزائريين. هاو واه خويا واه، هذه هي الحقيقة تاعهم ساكن، ما تنخلعوش. يعني هما عندهم لوجيكتي، هما انا نبدا نقول هذا المدرب هذا اللي راه اخر اهتمام تاعهم، هما يريدون تحطيم الجزائر. هذو ايادي وسخه دايرينهم اعداء الجزائر، حاطينهم يتكلموا يعني ويحوسوا الفتنه. اتشوف دي فيديو تاعهم الا الفتنه برك، الفتنه مور الفتنه، الفتنه لي فيديو تاعهم كاع فتنه. ما كاش بولا شفتوا انتوما بولا يهضروا لكم كورة؟ مكاش، غي قال منا يخلقوا فتنة تاع فرق تسود، هذه هي. وإن شاهدنا التعليقات في الصور لا أعرف إن كان الجزائريين أم لا، لكن يعني ونقولوا باللي لكن مثل هذه التعليقات كثيرة وكثيرة للأسف، فهم مرتزقة كلاب ومن سماهم الهيشر، فما كذب يعني يتابعون أبو كلبة والمسيلمة الكذاب وكلابه، يكرهون كل ما هو جزائري، لا تهمهم وطنهم ولا منتخبهم ولا حتى مقدسهم، فهم أزلام للعصابة تريد الخراب للكرة الجزائرية والمنتخب الوطني. كيف لا وهم من هددوا الجزائر بالفيفا. سبحان الله، هما هددوا الجزائر بالفيفا، قالوا لهم ودرنا لكم تسريبات تاعهم، فهانيك اسمعوا تشوف كانوا يهدوا هذو المرتزقه هذو، يعني وين هددوا الجزائر بالفيفا وتطاولوا على الجزائر ومنتخبها ومنعوا لاعبيهم من تمثيل الجزائر. خلينا هذوك ازلام، هذيك العصابه تاع سيدي موسى والازلام، يعني الازلام والاتباع تاع سيدي موسى. شو سمعوا، حنا كي نجيبو لكم نجيبو لكم حقائق، حنا كنا نحضرو ماشي تاع سمعوا تشوف سمعوا هاي سمعوها. وعيطونا وقالوا لنا بلي بارك الله فيكم اللي درتوا الحس، قال لك سورتو هذيك تاع الفيفا هذيك اللي تكلمتوا عليها باللي راح تعاقبنا وكذا، قال لك جاتهم سبه باش زعما يلغيوهم كامل ويكاموفليو زعما واحد ما تستوفى فيه الشروط ومن بعد يصلحوا الملف تاع ايغيل ويجوزوا ايغيل، راك شايف وحده. قالوا لنا درتوا فيديوهات اليوم الصباح زلزلتوا بها الدنيا. مسكين شتو كيفاش هذا مسيلمة الكذاب اللي كان يكذب عليكم يقول لكم الفيفا رايحة تعاقبنا، هذا كان يتلقى أموال يقولوا له اش تهدر، باش تعرفوا بلي ناس يعني أنتوما إلا وقود
نتوما اللي تبعوه مو وقود برك هذا مكان يشوفوا بكم، يشوفوا بكم هيسر مام، يشوفوا بكم هيسر يعني. وين كانوا وين هذا وهددوا الجزائر بالفيفا، هيا لا بريف بريف تاعكم، وتطاولوا على الجزائر ومنتخبها ومنعوا لاعبيهم من تمثيل الجزائر تاع بارادو. نعم انهم خونه ومرتزقه كلاب اشرار، ولو جمعت كل هذه الصفات في شخص، نعم يعني تخمينك صحيح عزيزي القارئ انه الهيسر لغوي رخوي تفوه عليكم على من تتابعون الى يوم الدين، يعني تفو عليكم، انا نقول لكم يعني تفو عليكم على من يعني من تتبعين الى يوم الدين، حياكم الله من طينة يعني. ونقول لكم بلي ربي يكشفكم، كيفاش نقول لكم؟ نقول لكم ربي يكشفكم، هذه هي ربي يكشفكم، وربي مازال يزيد يكشفكم مولدي. انا نقول لكم لا على بالك انتم في رمضان تكذبوا، ناس ولاو في رمضان، في رمضان يكذبوا، في على بالك بلي على بالك بلي يكذبوا، وعلى بالهم بلي يكذبوا. كيما ذاك مسيلمة الكذاب من بحرت له مصر ما يدير واحد الخطره، قال لهم عاجل راو راو يقصف الاعلام الجزائري، ورينا هذا وين القصف هذا، وين تا السيمانه اللي فاتت دارها، ومن بعد راح قلعها يخدم بكم يومين يدخل بها يعمر بها الكون، وقال عم جاي مامور راو راو، ومن بعد يروح يشكر يلعبها يهدر على راو راو، فيتو يجيب به فيتو يعمر به الكون هذا مكان. هذه هي كيما يظل يعاير في قناه الهدف، ومن بعد دايرهم استمعوا يقول لهم راهم ياكدوا واش كنا نقولوا باللي مؤامره ومنا ومنا، ويهدر على السعيود ويهدر. روح لعنة الله عليك يا ودي في ذا رمضان يا ودي، ونقول لك حرام بصح الكذاب والمذلول الله يلعنه. انا نقولها لكم نعم انهم خونه ومرتزقه كلاب اشرار، ولو جمعت كل هذه الصفات في شخص، نعم تخمينك يعني التخمام تاعك صحيح، انه هيسر لغوي رخوي، هذه نقولها لكم. وللاسف نرى بعض من يدعون الوطنيه واللغويه والقوميه، من تفتح قوس يعني لغوي لضروره الشعريه وفقط بالاحرى الثقافيه، هؤلاء فيهم المطبل على وزن الطب يعني، وفيهم قومي لغوي عربي مربع شرعوا يعني وعاتوا فيها، يقالون ويكتبون الفساد، وما على الهيسر الا السماع والطاعه. هذه هي هذه هي كي تشوف انت كيما هكا. يا ربي هذا شكون هذا؟ هذا تشوفوا يخرج واحد ولا داير تعليق، هذا المنتخب اصبح لا يمثلني وساناصر اي منتخب يلعب ضدهم حتى ولو كان الكيان الصهيوني، وتحيا يعني تحيا المدرب الى الابد. هيا تعرف واحد روك هذا اولا ويرا شوش بهديلة شوشو هيا لو شو شا كاتب شو اولا ويرا اولا اسمه هذا هذا اسمه اولا ويرا شوف مالكم ما صاحبي مصوب 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 حاجه كبيره انتوما. ثم انتوما فور تحيه الجزائر، اي تحيه الجزائر. انتوما والو، انتوما والو، كان والو 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 غازيرو، كان والو هيسر يعني هيشور بعد تالي الحشيش. هذا الهيسر هذا حتى كاين واحد الـ واحد الـ واحد العشبه الحمار وما ياكلكمش الحمار، نتوما تابعين ديك العشبه، نتوما راكم تابعين ديك العشبه. با 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 ها يعني ما تهموناش نتوما، نتوما مكان والو مساكين. حنا اللي همتنا العصابه اللي مازالت برا في كره القدم، اللي مازال نتوما يعني هدرتكم وحزاق المعيز غير كيف كيف، كاع واش هدرتو حاجه ما خرجت صح.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.